925 بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليك يا خال، انت مصحصح اهو. دي امانه يا ابني، وادوا الامانه الى اهلها وانا من اهلها. انت هتسيب الفلوس دي هنا ولا هتاخدها البيت؟ خدها معايا البيت، اعمل بيها ايه بس يا خال؟ طب ما توديهم البنك. لا انا مش هوديهم البنك لما يكملوا 10 اساتك، وكل 10 اساتك هوديهم البنك بنفسي. مش حلوه برضه يا خالي ان الواحد كل يوم يروح البنك كده، بنلفت النظر لنفسنا والعين وحشه. مش ناقصه ايه يا خال؟ بفلقة الحجر. انت عارف ان انا حسبتها، لقيت ان احنا ممكن نجيب تكاليف كل اللي صرفناه ظرف سنه. يا سلام، ده على اساس ايه بقى؟ احنا كلفنا المطرح ده 124,000 جنيه. قلت منك ده يا خالي؟ لا ما قلتش ولا حاجه، ما انا نسيت اقول لك. أنا دخلت مقدم الإيجار مع المصروف اليومي، يعني لو مشينا على الطريقة دي كل يوم. الله الله، أنت بتنبر عليا ولا إيه يا خال؟ ده أنا بقول لك فلقة الحجر. معقولة؟ معقولة يا حبيب خاله؟ أنا أنبر عليك؟ حد ينبر على نفسه؟ خال، حبيب خاله، أنت بتحرجم على إيه بالظبط؟ إيه؟ ولا حاجة. بذمتك يعني ما نفسكش تقول حاجة كده ولا كده؟ أنا لو عايز أقول حاجة كده ولا كده هتكسف من ضمن أختي حبيبتي. ماشي ماشي يا خال. استاذ ابراهيم، كان في شويه نواقص في المطبخ، محتاجين عقده جديده. هصرف لكم عقده جديده. ما هو الباشا شكله منوح. وانت مالك ومال الباشا؟ مش الترابيزات شغاله؟ هبقى اديكم عقده من الايراد اللي جاي. يلا روح. كان عاوز ايه الواد ده؟ ما تشغلش بالك انت يا حبيب خاله. طب وجلال الله في حاجه؟ داني عكروت، مفيش حاجه. أنا بس افتكرت أيام زمان لما كنت باخدك أدلعك وهشتكك وأقعدك على عجري وكنت تعملها على رجل خاله. كبرت بسرعة يا كيمو. كيمو؟ قولي بقى يا كيمو، هنعمل إيه في اللي بينا؟ اللي بينا اللي هو إيه يعني؟ إيه خال؟ تجرالك إيه على كبر؟ يعني إيه مش فاهم؟ أنا بقى خايف أكون فاهم. فاهم إيه يا حبيب خاله؟ لو سمحت من غير لمس، قول اللي انت عايزه كده من بعيد لبعيد. طيب فكرت هتدي نسبة كام لخاله من الصلاة؟ أدي إيه؟ لخاله. أدي له إيه بقى؟ نسبة. نسبة؟ أيوه. اظهر بقى على وشك الأصلي. أصل وش الخال الحنين اللي بيدلع وهيشتك ده ما كانش لايق معاك. محسسني إنك مربيني وأنا قعدت 5 سنين قبل ما أسافر ما أشوفكش، يعني لو زودنا عليهم السفرية يبقوا 12 سنة. فجأة كده بقيت كيمو حبيب خاله. اسمع يا أستاذ إبراهيم. وأستاذ دي عشان أنا عامل اعتبار للسن، أما خالي دي فكنت بقولها لك مجازاً عشان خاطر أمي. نسبة، اسمع يا أستاذ إبراهيم، أنت جيت اتحايلت عليا عشان زهقان ومش لاقي حد يشغلك، فمش معنى إن أنا شغلتك إن أنت تاخد مرتب أصلاً. مش جاي تكلمني في نسبة؟ نسبة إيه يا أبو نسبة؟ مالك؟ ساكت ليه؟ بصص لي كده ليه؟ ما تتكلم. هقول ايه؟ انت خلصت الكلام كله. غلطان انا في اللي قلته؟ لا يا ابني مش غلطان، انا اللي غلطان. خد بس، رايح فين يا خالي؟ روح اشم شويه هوا. لا بالله عليك ما تخرج دلوقتي. كامل، سيبنا الله لا يسيئك. بص يا خال، انا سيره الفلوس بتنرفزني. بالله عليك يا اخي ما تجيب سيره الفلوس تاني. وحياه رؤية اختك اللي هي امي. سامحني بقى يا خال، حد يزعل من كيمو حبيب خاله؟ صافي يا لبن بقى، وحقك على ايه؟ انا بحبك والله يا خال. اوعى من وشي. الله. ابراهيم غزال الشان مدير المكان وخال نادي كامل للبلياردو. هلا والله. هلا بيتشي. ايه ده؟ Cleaning your room, sir. بس انا ما طلبتش. Are you sure? Sorry, sir. Maybe another room. وانا بقول مين اللي خبط عليك بدري غيري؟ صباح الفل. واحد بيه ما يتخرش عنك، جه طاير النوم من عيني. Check, please.
تقلم صحيح بدري كده. امبارح بعد ما سبتك اغمى عليا من التعب، نمت على طول. صحيت لقيت نفسي الفجر. انت بتعمل ايه؟ اكمل نوم، مش شايف. لا لا مفيش الكلام ده. قوم. قوم انا عازمك على الفطار. ده من ايه ده بقى؟ جات لك رؤيه في المنام ولا ايه؟ لا ما هيبقى كابوس لو انا اللي هدفع، مش رؤيه. مش قلت لك؟ طب بجد انت صعبان عليا من ساعه اللي حصل للدمنهوري ده، وانت كمان بقيت مقطوع من شجره زيي. اللي بالحق يا سالم، هو احنا مش هنروح نزور راجل نطمن عليه ولا ايه؟ هو انت فاكره محبوس في اسم الخليفه هنروح نلغي الصلب قرشين عشان نزوره؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده هنا. طب على الاقل نكلم اهل بيته نطمن عليه. الو، يا خديجه صباح الخير، طمنيني ايه الاخبار؟ لسه مفيش اخبار، بابا لسه في مركز البوليس ومش عارفين ايه اللي هيحصل. ما يلا يا عم انا واقع من جوه. طب يا عم تعالى نقعد في اي حته، تعالى نقعد هنا. تعال يلا ادخل. ناكل؟ يا ريت. بليز منيو بليز. يا واد انت يا يوناني.